يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الصوفية يقول بعض الصوفية في بلادي ينكرون أن والد الرسول صلى الله عليه وسلم وأمه وأبا طالب أنهم في النار، ويقولون لأن نذهب جميعا إلى النار وجميع الخلق، لكن لا يدخل هؤلاء في النار، زعموا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وآله، فكيف الإجابة عن هؤلاء؟ هذا جهل منهم، هذا جهل منهم. أبو طالب هذا مات كافرا وأبى أن يقول لا إله إلا الله، أبى أن يقول لا إله إلا الله، ولما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له أنزل الله عليه ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كذلك أبو الرسول وأمه ماتوا قبل الرسالة على دين الجاهلية، ماتوا على دين الجاهلية ملة عبد المطلب. أبو طالب لما قال له الرسول يا عم قل لا إله إلا الله، قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أبى أن يقول لا إله إلا الله حمية لدين عبد المطلب، لأنها وثنية، أنهم كانوا يعبدون الأوثان ولا يريدون أن يقولوا لا إله إلا الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فهم أبوا يقولوا لا إله. فأهل الجاهلية لا شك أنهم كفار إلا من كان متمسكا بالدين الصحيح، دين عيسى عليه السلام، دين الصحيح الذي لم يدخله تغيير ولا تبديل إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فآمن بمحمد. هذا له أجران، أجر الإيمان بعيسى عليه السلام وأجر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله يؤتكم كفلين من رحمته. الذين آمنوا من النصارى طلب أمرهم الله أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ليؤتيهم الله أجرين، أجر على إيمانهم بالأنبياء السابقين وأجر على إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وأقارب النبي، أقارب النبي لا يلزم أن يكونوا مؤمنين. هذا إبراهيم أبوه والعياذ بالله من كبار الكفار والمشركين، أبو إبراهيم الخليل، وهذا ومنعه الله أن يستغفر له، وهذا نوح عليه السلام ابنه مع الكفار، ابن نوح مع الكفار، كما ذكر الله ذلك أنه عمل غير صالح، وهو ابن نبي، فلا يمنع هذا أن يكون النبي أبوه ابنه على الكفر. نعم.